اهلا بيكم مفكرة جديدة مع الطبيب. في مفاهيم غلط كتير قوي احنا ماشيين عليها من واحنا صغيرين. ممكن المفاهيم الغلط دي ما تتسببش في كوارث، ولكن لما تبقى المفاهيم الغلط دي مفاهيم في معلومات طبية، يبقى انا كده لازم اعمل وقفة، لازم اعرف او لازم اصحح المعلومة دي عشان انا ما ادخلش فعلا في مشكلة كبيرة. منهم طبعا المشاكل اللي بتقابل الناس اللي بتعاني من مشاكل في الأذن، إذا كان طنين، إذا كان دوار، إذا كان عدم سمع، إذا كان وش، مشاكل كتيرة قوي بتقابل مريض الأذن، وللأسف في معلومات غلط بيمشي عليها وبتوصله الكارثة. وأنا بالفعل متأكدة من كلمة كارثة دي، لأن هنعرف ليه، هنعرف يعني ايه كلمة كارثة، واللي انا لو ما اهتمتش واللي انا مشيت على المعلومات الغلط. عشان كده احنا هنصحح النهاردة كل المفاهيم الخاطئة مع استاذ دكتور سمع واتزان. هو عارف هو هيقول لنا ايه، هو عارف ان المعلومة دي مفيش بعدها جدال. خلينا نرحب بيه استاذ دكتور محمد وائل، استاذ امراض السمع والاتزان بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية في طب جراحة الأذن والأنف والحنجرة، مؤلف كتاب سمع هوس عن أمراض الأذن والسمع والاتزان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك، منورنا. نور حضرتك. إيه رأيك في الناس اللي بتمشي على المفاهيم اللي كبرت عليها بمعنى أصح، وبالأخص لما تبقى معلومة طبية غلط؟ المعلومات الطبية كل يوم فيها جديد. حلو قوي. وحتى الدكتور نفسه مضطر إنه كل يوم يراجع نفسه ويحدث معلوماته عشان يعرف ايه الجديد في المجال بتاعه وفي المجالات الاخرى المرتبطه بالمجال بتاعه برضه. طيب هبتدي معاك بقى سؤال ونفهم الناس السؤال ده او الموضوع ده صح غلط، نديهم كارت احمر ده انذار، نعمل معاهم ايه؟ صح كده؟ طيب في البدايه مريض سكر او ضغط ما بيتابعش سمعه كل 6 شهور، ده ايه؟ ده بنديله كارت اصفر، يعني بنحذره، لان مرض السكر بيأثر على الاوعيه الدمويه، بيأثر على الاعصاب. اوكي. ممكن يعمل ضعف سمع، ممكن يعمل مشكله في الاتزان. الضغط كذلك نفس المشكله، ممكن يعمل طنين، ممكن يبدا الضغط يظهر صور صفاره في الودن، يجي بعد كده يكتشف ان ضغطه عالي. الضغط بيسموه القاتل الصامت، يعني ممكن يسبب للانسان لا قدر الله نزيف في المخ او تحصل جلطه وهو مش دريان ان ضغطه عالي اساسا. فمريض الضغط، مريض السكر، لازم الضغط يبقى مظبوط، لازم السكر يبقى مظبوط، ما يلجاش لطبيب امراض السمع والاتزان قبل ما يحقق الطلبين دول، ان هو يظبط الضغط ويظبط السكر. طبيب امراض السمع والاتزان هيضطر بعد كده يعالج الاثار بتاعته. لكن لو انت مريض بالضغط او السكر، انا بنصحك وبدي لك الكارت الاصفر ده علشان تتابع السمع بتاعك كل 6 شهور. حلو قوي. لان انت في بيسموها في مرحله خطر، فلازم نتابع بانتظام زي ما بتروح لدكتور العيون وانت مريض سكر عشان تتابع وتطمن ودنك في نفس الموضع الخطر ده، ولازم تطمئن عليها دوريا. يعني مريض الضغط او السكر لازم يبقى فيه متابعه كل 6 شهور، واحنا بنديله كارت اصفر ان ده انذار. السكر بيبقى معاه ضعف في المناعه كمان، فبتحصل التهابات كتير في الاذن الوسطى، في الاذن الداخليه. اوكي. بيحصل التهابات في الاذن الخارجيه، محتاج عناية خاصة بالنسبة للودن. طيب ندخل بقى على السؤال الثاني. ضعف سمع مفاجئ أو طنين مفاجئ ولا يقوم بعمل قياس سمع فوري، ده بنديله كارت أحمر، لأن الوقت مهم. لو ما تلحقش في أول 3 أيام مفيش علاج. أول 3 أيام لو اتلحق بالعلاج بالكورتيزون ممكن يخف ويرجع سمعه طبيعي. أوكي. ناس كتير كانت يعني ربنا رايد لها الخير ولجأت لطبيب امراض السمع والاتزان في اول 3 ايام من حدوث ضعف السمع المفاجئ ورجع السمع طبيعي، ودول يعني مش عايز اقول لك بيبقوا شايلين الدكتور في قلبهم، لان هو رجع له السمع بتاعه اول ما حصل. عدت ال3 ايام الاولانيه دي، ضيع الوقت، ضعف السمع ده ملوش علاج. حتى الان ما فيش علاج دوائي لضعف عصب السمع على مستوى العالم. فبيلجأ ليه الحل؟ سماعه طبيه. يبقى انت كان في ايديك انك ترجع الامور لطبيعتها لو لحقت نفسك. بس اول 3 ايام، عشان كده بنديله كارت احمر. بسرعه، الوقت انزار. مهم. الوقت مهم جدا. حلو قوي. يعني مريض لو جاله طنين مفاجئ او ضعف سمع مفاجئ، على طول في وقتها يسعى ان هو يكشف عند دكتور سمع واتزان. ما تروحش بقى لاي حد يقول لك ده شويه التهابات، دول شويه شم، دول مش عارف ايه.
ويقعد يضيع لك في وقتك وفي الاخر ودنك تضيع. ما هي دي كوارث اللي انا بقول عليها يا دكتور. طيب سؤال كمان بيقول مريض لجأ لطبيب امراض السمع والاتزان لعمل سماعه طبيه. ده بنحييه لان هو لجأ للمكان المظبوط. طبيب امراض السمع والاتزان بيبقى ملم بجميع الشركات الموجوده في على مستوى العالم. بيبقى عارف السماعه المناسبه في كل شركه لكل حاله. يعني في سماعه الفلانيه في الشركه الفلانيه دي مناسبه للحاله دي طبعًا. هي احسن حاجه لدي. في الشركه الثانيه لا السماعه دي اللي تناسبه. ده يناسب السماعه اللي هي فيها امكانيات عاليه. ده يناسبه اي سماعه. اوكي. فانا ده الدكتور طبيب الامراض بيبقى ملم بده كله. لما انت بتروح للشركه الاول وما تروحش للدكتور هو بيبيع لك اي حاجه. بيجيب له شويه سماعات يقعد يجربهم ليه رايك في دي؟ اللي عايز يسوقه اكتر او اللي موجود عنده اكتر بمعنى اصح. اللي هي موجوده في المخزن بكميه كبيره وعايز يطلعها. صح وفعلا. ده بيأثر على مريض تاني. ليه؟ لما بياخد سماعه وحشه بتوش في ودنه. بينصح لاي حد تاني محتاج سماعه اوعى تجيب سماعه. ما تركبش السماعه دي ما عملتش معايا حاجه. دي وحشه جدا، دي بتعمل وش، دي بتعمل لان هو خد سكه غلط. هو خد سكه غلط. ما بيقولوش انا خدت السكه الغلط وبيديله النتيجه النهائيه. لان هو مش عارف. ما هو ده برضه بيرجع، احنا بنقول تحيه خاصه لكل حد عنده مشاكل عايز يركب سماعه فبيروح لدكتور سمع واتزان. دلوقتي الناس في القرى بيبقى عارف ان لما يعمل سماعه بيروح لدكتور امراض السمع والاتزان. في القرى؟ يعني هي البرامج دي انا بحيي حضرتك على البرامج التثقيفيه دي انها بتوصل للمريض وبتوصل للدكتور اللي هو مثلا في الوحده الصحيه. بيبقى عارف ان اللي محتاج الحاجه الفلانيه دي لازم يروح للدكتور الفلاني. فبيبعته. فلاقي الناس مبعوتين من دكتور نساء، دكتور اطفال، دكتور مخ واعصاب. فالبرامج دي بتنمي الوعي عند الناس وعند الاطباء برضه. ما هو ده هدفنا طبعا يا دكتور. وعشان كده حضرتك يعني منورنا، ولما بنسعى ناخد يعني معلومه صح اكيد بنكون حابين ان احنا نستضيف دكتور هو مسؤول عن هو هيقوله، هو اصلا مصدر للثقه. فعشان كده طبعا بنشكر حضرتك بوجودك معانا. طيب ندخل كمان في سؤال رابع، مريض لديه ضعف سمع ولا يستخدم السماعه الطبيه. بنديله كارت اصفر. كارت اصفر ده على افتراض ان السماعه مظبوطه. لو السماعه مش مظبوطه طبيعي ان هو ما يستحملهاش ويركنها. بس ما تقعدش من غير سماعه خلاص بقى مش هستعمل سماعات تاني، السماعات كلها وحشه. اوكي. انك ما روحتش للدكتور المتخصص. روح للدكتور المتخصص وخليه هو اللي يكتب لك على السماعه المظبوطه. وبعد كده خد قرارك. معنى انك ما تستعملش السماعه الطبيه زي القاعده العلميه المعروفه، العضو الغير مستعمل يضمر. طبعا عصب السمع هيحصل فيه ضمور. كسل او كسل. قدرته على تفسير الكلام هتقل مع الوقت. ساعتها السماعه مش هتنفع. يبقى هنفضل طول حياتنا بالمنظر ده، معزولين عن العالم، معزولين اجتماعيا، مش قادرين، عندنا اكتئاب، مش عارفين الناس بتقول ايه علينا، مش عارفين نتواصل مع الاخرين. وبتكسف ناس كتير قوي ان انا حد بيكلمني وانا مش سامعاه فبالتالي مش هرد، وممكن تزعل ناس من الناس اصلا ان انا بيقول لك انت ده ما بيردش عليا ليه. بالظبط. فمهم قوي استخدام السماعه الطبيه بانتظام عشان نحافظ على عصب السمع شغال، عشان لو ربنا كرم وطلع علاج لضعف عصب السمع مش هيطلع علاج للعصب، هيطلع علاج للقوقعه. يعني خلايا جزيئه بتتزرع وتتحول لخلايا سمع طبيعيه. العصب ملوش علاج. هندخل في قصه كبيره. لو وصلنا لمرحله كسل او ضمور في عصب السمع لا مش ملوش علاج. طيب معانا سؤال كمان، طفل متاخر في الكلام ولم تلجا الاسره للطبيب امراض السمع والاتزان. ده بنديله كارت احمر لان ده برضو الوقت مهم. حلو. نمو اللغه والكلام بيتم في اول 5 سنين في عمر الطفل. ضاعوا ال5 سنين دول انتهى، يبقى هيفضل طول عمره عنده مشكله في الكلام. فلو ما تلحقش في اول 5 سنين في عمره يبقى خلاص ما فيش امل ان هو يتكلم. طب يا دكتور بجد المعلومه دي بجد مهمه وخطيره جدا، لان انا شفت يعني حاجات زي كده كتير، وبعدين بيلجأوا لطبيب تخاطب ما بيروحوش لسمع واتزان. طبيب تخاطب ده اختيار صحيح. صح ده برضه؟ ان طبيب التخاطب لو شك ان في ضعف في عصب السمع بيبعته على طول لدكتور امراض السمع والاتزان. طب حلو. تمام. المشكله في الطبيب اللي هو موجود في الوحده الصحيه او طبيب الاطفال او طبيب مخ والاعصاب اللي بيتجاهل ان المشكله ممكن تكون في السمع.
يقول لهم استنوا شويه مثلا، استنوا شويه سنة ده هيتكلم، ده مثلا حد وراثه عنده طبيعي انه يتاخر، ده كله غلط. ده كله غلط. التاخير مدمر طبعا، ان كل ما عالجنا المشكله بدري بالنسبه للاطفال كل ما فرصه ان يتكلم بصوره طبيعيه تبقى اكبر. طيب سؤال بعد كده، طبيب قام بعمل غسيل الاذن دون اذابه الشمع. احيانا بنديله طبعا كارت اصفر، احيانا الطبيب يبقى مستعجل او احيانا المريض يبقى مستعجل ويقول له انا عايز اغسل ودني دلوقتي، ويبقى الشمع ناشف جدا ومش راضي يطلع، بيضخ الميه بالسرنجه فالشمع مش عايز يطلع. اوكي. فيضطر الدكتور عشان يرضي المريض بتاعه في الغلط يحاول بقوه اكتر، وكل يضغط اكتر يضغط عن أكتر. الجهاز اللي هو الغسيل، فبالتالي ممكن يحصل ثقب في طبله الودن. فانا بقول للاثنين الطبيب والمريض الافضل ان حضرتك بتاخد مذيب للشمع بيخلي الشمع طري، بيخلي الشمع سهل جدا يطلع بمجرد باقل دفعه ميه. اوكي. يبقى الغسيل سهل ما يحصلوش. في ناس حصل لها عقده نفسيه من غسيل الودن بسبب موضوع زي ده. طبعا. انه خايف، عنده رعب من غسل الودن بسبب ان الدكتور اصر انه يغسل له ودنه والشمع ناشف. وفي ناس بسبب الغسيل الغلط حصل لها ثقب. حصل لها ثقب، وفي ناس بيحصل لها دوار كمان. كمان. هي دي بقى الكوارث اللي احنا بنتكلم عنها. ما احنا لو صححنا المعلومه محدش هيتعب، بمعنى اصح، او اللي هيتعب هيلاقي العلاج الصح. ما فيش استعجال في غسيل الودن، بندوب الشمع المدة الكافية ويبقى الغسيل سهل وبسيط، وبتشوف طبلة ودنك سليمة وما فيش ولا شمع بيفضل، لأن كله بيبقى دايب أصلا فبيطلع على طول، ما بتحصلش أي مشكلة في الأذن الخارجية. سؤال كمان، طفل يعاني من لحمية متضخمة والأسرة بترفض العملية، ده كارت إيه؟ لحمية متضخمة بتسبب مشاكل كبيرة، مشاكل في التنفس، إن هو ما بيعرفش يتنفس، والطفل بقى داخل على الدكتور وهو مش قادر ياخد نفسه، بفتح بقه باستمرار، بيسبب له التهابات مستمرة في الجهاز التنفسي، في الجيوب الأنفية، في الأذن الوسطى. طب ده كارت أحمر ولا أصفر؟ كارت أحمر. يعني طبعاً. خطورة خطورة. كارت أحمر. لازم على طول يتوجه للعملية. إن طفل عنده مشكلة في الأذن الوسطى بيبقى معاه ضعف سمع، بتأثر على النمو اللغوي بتاعه. بيتأخر في الكلام، ذكائه بيتأخر، بيبقى الطفل عنده نوع من البلادة، بيبقى متأخر دراسياً. عملية اللحمية بتتعمل في أي سن، مفيش قيود على السن بالنسبة لها، طالما إنه ممكن الطفل يتخدر. طالما ممكن نخدر الطفل، أوكي نعملها في أي سن، مفيش مشكلة. هندي الطبيب كارت أحمر أو أصفر لو ما بيسمعش شكاوي المريض، نديله كارت إيه؟ بندي كارت أصفر، لأن شكوى المريض والتاريخ المرضي المفصل اللي أنت بتاخده من المريض بتاعك بيساعدك في التشخيص وبيديلك خبرات. يعني ممكن المريض بيبقى كشف عن دكتور كبير في الحته الفلانيه، ده انت ممكن تحوله حالاتك بعد كده. ممكن خد علاج كويس قوي في الحاجه الفلانيه، انت بتتعلم منه، تعرف ان في علاج جديد مثلا طلع في الحاجه الفلانيه وانت ما كنتش دريان بيه. التاريخ المفصل بيساعدك انت في التشخيص، وبيساعدك في اختيار الفحوصات اللي انت هتطلبها، بحيث ما تطلبش فحص وتكلف المريض فلوس من غير ما هو محتاجه. طبعا. فانت بتوفر وقت كبير وتوفر فلوس انك تسمع المريض بتاعك. ممكن تعرف الشكوى دي، ممكن تطلع المشكله كلها مشكله نفسيه، مجرد ان هو بيحكي معاك فيها بيرتاح نفسيا وبيخف. فاستماع طبعا ده اساسي في الطب، ان الطبيب يستمع لمريضه بصبر، يسمع كويس جدا للمريض وشكوته ايه عشان يعرف يشخص صح. كارت احمر ولا اصفر على اصرار المريض على دواء في حالات الطنين مع ضعف السمع؟ طنين مع ضعف السمع معناه ان العصب حصل فيه ضعف لازم يتعوض. مفيش دواء بيعوض ضعف عصب السمع. يبقى ساعتها بنحتاج حاجه اسمها العلاج الصوتي. اوكي. العلاج مش هيجيب نتيجه، فبندي كارت اصفر. كارت اصفر تحذير ان العلاج مش هيجيب نتيجه في الحالات دي. لازم نعوض العصب صوتيا، بنعمل سماعه معاها جهاز لعلاج الطنين. اوكي. بيجيب نتائج هائله جدا، الابحاث كلها اتعملت كتير جدا في دول كتير، في المانيا وامريكا. نسبه النجاح من 80 لـ85%. يبقى ما تطلبش علاج وانت عندك ضعف في عصب السمع، مش هيجيب نتيجه. هندي طبيب كارت احمر ولا اصفر لو هو بيحرص على تحويل المريض للتخصص الملائم ليه؟ طبعا بنحيد الطبيب اللي بيحول المريض بتاعه.
ما فيش دكتور بيعرف كل حاجة لأن الطب توسع جدا. أهو من خلال شاشتنا بنحيي الطبيب اللي بينقل أي مريض للتخصص اللي لائم ليه طبعا. حتى التخصصات الناشئة دلوقتي بقى فيها كم مراجع رهيب جدا. كم رسائل طبية كتيرة جدا. فما الواحد بيبقى ملم بالتخصص بتاعه بصعوبة. ففيش حد فيش دكتور كشكول اللي هو بتاع كله. اللي هو يعرف كل حاجة. دي مشكلة يا دكتور. فمش عيب لما أقول له لأ ده أنت محتاج التخصص الفلاني خد كشفك وروح له فلان. تمام؟ فالعيان نفسه بيبقى مبسوط. إنك أولاً أنت مش تبعي. ومش هاخد منك فلوس بدون ما ابذل مجهود معاك. خد فلوسك وفلوسك دي تدفعها لفلان لان هو اللي هيفيدك اكتر طبعاً منه. طبعا هيزيد طبعا في نظر المريض ده خصوصا لو المرض مأثر عليه نفسيا كمان. طبعا دي معاناه واحنا كلنا بشر وانا نفسي ممكن اكون مريض في يوم من الايام. وهزعل لو رحت للدكتور ما قاليش لا الدكتور اللي احسن مني في الحاجه دي فلان. فلازم الطبيب برضو يتعامل انسانيا مع المريض ان هو زيك انا ممكن اكون عيان وممكن حد يضللني فاللي بتعمله النهارده هتلاقيه بكره. طيب السؤال اللي كلنا دلوقتي هنركز فيه. كلنا ناخد كارت اصفر ولا احمر في السماعات الدي جي في الافراح؟ ده كارت احمر طبعا. احمر؟ احمر. ده احنا بنحب الافراح قوي يا دكتور. هي الافراح المصريه يعني ممعنه في اذيه الناس. يعني الاول كان ضرب النار منتشر جدا. فعلا. وبعد ضرب النار ما اختفى ظهر الدي جي. اوكي. هو صوتيه رهيبه توصل 140 ديسيبل. مقاربه لصوت محرك طياره. ناس كتير بتطلع من الفرح مش سامعه مبدئيا. طب يعني ما قربش للسماعات قوي في الفرح ولا حتى لو انا كنت عامه في السماعات بتبقى في قاعه مغلقه. طب ما نقدرش الصوت عالي في كل يعني. منطقه. فبيطلع مش سامع اصلا. في ناس سامعها بيرجع بعد يومين ثلاثة ومع تكرار الأفراح مش هيرجع. يا خبر. وفي ناس سماعها ما بيرجعش وفي ناس بيحصل لها طنين، الطنين ده ملوش علاج. بيضطر نركب له جهاز لعلاج الطنين لأن العلاج ما بيجيبش فيه نتيجة. ملهاش حل. طب يا دكتور يعني ما نروحش أفراح ولا نعمل إيه؟ لا يعني نحاول نحسن عاداتنا شوية في الأفراح، يعني الأفراح في الغرب مثلا بتعمل بالنهار في جنينة. بيجي الناس اللي هم قرايب العريس والعروسه وبيعملوا الفرح والتورته وخلاص. حاجه اوبن اريا المفتوحه. وحتى لو في مزيكا بتبقى مزيكا هاديه جدا. لكن الاصوات العاليه الرهيبه. او نحاول نختصر عن الافراح وما نبقاش يعني مش حتى في البيت ما نشغلش ميوزك بصوت عالي قوي عشان نخفف شويه المشاكل اللي ممكن تحصل. سماعات الام بي 3 والهيدفون الاير بيسز دي برضو بتعمل برضو طنين وضعف سمع. يا خبر. طيب كارت احمر او اصفر لتناول الريفو والاسبرين بانتظام لفترات طويله. الماده الفعاله في الريفو والاسبرين اسمها اسيتيل ساليسيليك اسيد. الماده دي بتعمل ضعف سمع وطنين. معقوله؟ مع مجموعه ثانيه من الادويه معروفه انها الادويه المسممه للاذن منها مضادات حيويه منها ادويه للاورام منها ادويه بنستخدمها كتير زي الفلاجيل مثلا. طيب دكتور ده في ناس بتاخد الاسبرين والريفو اللي هي تعمل سيوله في الدم. فهي ماشية عليه أصلا. لو حصل معاه ضعف سمع أو طنين بننصحه يغير دواء السيولة لدواء تاني. لأي نوع تاني يعني. معلومة مهمة جدا فعلا. إيه تاني ممكن يحصل من الريفو والأسبرين؟ المترونيدازول بيصرفوه دكاترة الأسنان وأطباء الجهاز الهضمي برضو كتير اللي هو في الفلاجيل. بيعمل ضعف سمع وطنين من الأدوية المكتشفة حديثا. مضادات حيوية زي الأميكين مثلا. زي الجنتامايسين. اطفال كتير خدوا اميكين لعلاج مثلا التهاب رئوي يطلع بانه ما بيسمعش فيضطر يعمل سماعه او زراعه قوقعه. فمهم جدا اطباء الاطفال الاطباء عموما يبقوا ملمين بالادويه دي المسممه للاذن. او لو لها ضروره يعمل حاجه اسمها متابعه منتظمه للسمع. طيب يعني حلو. كل اسبوعين يعمل اختبار سمع علشان نشوف هل الدواء بدا ياثر نوقفه ولا الامور ماشيه كويسه. كارت احمر ولا اصفر لمريض استبدل سماعته القديمه باخرى باعلانات اللي هي على الشاشات اللي هي غير موثوق فيها؟ اعلانات التلفزيون بيقول له هات السماعه القديمه وانا هديك سماعه جديده مكانها. وهو طبعا المريض بيفرح. المريض بيفرح. هو بياخد السماعه القديمه منه بمبلغ ايا كان 200 300 جنيه. وهديك سماعه جديده ب 3 4000 جنيه. السماعة الجديدة دي اصلا هي سماعة قديمة خدها من عيان قبل كده وغير الكفر بتاعها. انت ما تعرفش اللي جوه السماعة جديد ولا قديم. يا خبر يا خبر. فدي بيسموها اعادة التدوير يعني. فهو كسب مرتين.
خد سماعة قديمة هيبيعها لأنها جديدة، وسماعة قديمة بتاعت عيان تاني بحل. يعني خطر نهائيا. كان نفسي الوقت يكون أطول عشان في أسئلة كتير عايزين نصحح مفاهيمها، بس أكيد في سلسلة حلقات مع حضرتك تنورنا مرة تانية إن شاء الله. نشكر أستاذ دكتور محمد وائل، أستاذ أمراض السمع والاتزان بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية في طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، ومؤلف كتاب سمع هوست عن أمراض الأذن والسمع والاتزان. خليكم معانا في فقرات مهمة كتير. هذا